نستعمله للحالة الثالثة والرابعة، هذا يزداد نغطيها المركز ونكبر الصوت. أخذنا اليوم دورة تدريبية لمسؤولين التعبئة المجتمعية في محافظة هما على مستوى النواحي والمراكز. طبعا دواعي هذه الحملة إقامة هو حملة الحصبة التي تقام بين 13 و 29 من شهر أكتوبر. طبعا هذه الدورة تقسمت إلى ثلاث محاور. المحور الأول هو عن مهارات الاتصال مع المجتمع من أجل تعبئة المجتمع للتفاعل مع حملة الحصبة. المحور الثاني كان عن وضع خطط من أجل المراكز للتعبئة المجتمعية في كل منطقة وفي كل ناحية. أما المحور الثالث فهو كان التعريف بمرض الحصبة وأعراضه وخطورته وكيفية التعامل معه. كم مدرسة جنسية في اليوم؟